مستعجل. احنا ورانا رند الديسي. والله ورانا رند الديسي. رند الديسي الله يصبحك بالخير ستنا الفاضله. صباح الورد استاذ سمير، كيفك؟ ان شاء الله شفت الطبخه يا رند. صباح الورد شيف سمير. الله يسعدك. هاي ها طلعي برتقال. برتقال ديما بطلت شيف ديما. برتقال هيها جاي بدها تسوي كيكه برتقال على فكرة. زنجبيل. وهي زنجبيل. اوكي تمام امورنا. الف تمام الف تمام امورنا. طمنينا عنك يا رند، ان شاء الله امورك تمام. طمنينا عنك ستنا. انا اموري تمام تمام، هينا قاعدين ومنستنى، ملتزمين بالقوانين وملتزمين بالحجر. يعطيك العافية طبعا، عن جد الله يعافيكم ويعطيكم انتم العافية. يا ريتني اني معكم، بس يعني خلص في يعني ظروف صعبة الكل عم يمرق فيها، وبس لازم احنا نعرف انه نحن لما كلنا نتوحد مع بعض ونلتزم كلنا مع بعض رح نقدر نحن ننجو ونتخطى هاي المرحلة مع بعض بإذن الله. طبعا احنا اكيد مشتاقين لكم، اليك والدكتور ربا مشربش، وانتم يعني خلينا نحكي في المطبخ ممن تزينون مطبخ رؤيا، وبنفتخر بوجودكم معنا. انتوا الثانيه مش بس تزينون مطبخ رؤيا، فعن جد حبيبتي يعطيك العافيه رند، وان شاء الله تكوني بامان وبخير وابنك بخير وجوزك وكل بتحبيهم يا رب. طيب بدنا نحكي عن البرتقال صح؟ احنا بدنا تحكي لنا عن البرتقال وعن الفيتامينز الموجوده بالبرتقال. يا سمير شيف سمير، قبل ما نحكي عن البرتقال، هذا الطبخ اللي انت طبخته على الهواء بتطبخه بالبيت؟ ايه لا معلش عيدي، انا مش سامع، لو ترفعوا لي الصوت وانا شوي بعد اذنكم. الطبخ اللي طبخته على الهواء بطبخه بالبيت؟ بطبخه بالبيت. شوفي فتح على حاله باب اليوم اوسع منه ما في. انا شوفي بسوي علي صحن فول إشي مرتب. تمام. بسوي مكرونه بالجبنه مع حليب مع بحبوها مني، وفي مكرونه مع لبن مع لحمه مفرومه. حلو. مع يعني حل الحبش لكنات. لكن هذا اليوم طبخك اكبر دليل انه انت عندك القدرات انك تطبخ، فزوجتك ام طه واليوم رايح لازم تصير تخليك. ما انا عم بقول لك فتح على حاله باب. انا فتحت على حالي باب شكلي. بس اسمعي، اي طبخه اذا بحطها براسي بدي اسويها تعملها. بلجأ طبعا لليوتيوب، بفوت على مطبخ رؤية، الشيف ديما حجاوي كيف سوت هون، الشيف أبو عون كيف سوى هون، الشيف تعرف أنا حابة أوجه تحية للشيف أبو عون وللشيف غادة ويوصل ويعطيهم ألف عافية على الأسبوع الماضي. وروان روان روان العلي طبعا، روان احنا حبيبتي. كمان مشتاقين لك سندريلا مطبخنا، ويعطيكي ألف عافية والله يحمي بناتك يا رب. الله يحمي بناتك يا رب. طيب بدنا نحكي عن البرتقال يا رند. يلا رندوشه 100% تفضلي. صحيح، اليوم رح نحكي عن فيتامين سي، رح نحكي عن دور الفيتامينات والمعادن بتقوية جهاز البناء الجسمي. مثل ما انه للأسف عم بيصير في عنا حظر للتجول، ممكن انه هذا الاشي يمتد، وبيعني انه نحن مش نقدر انه يكون في عنا أغذية متوافرة من ناحية خضروات من ناحية فواكه، فكيف الشخص ممكن يغطي احتياجاته من الفيتامينات والمعادن بهاي الفترة الحرجة، وخاصة انه هاي الفيتامينات والمعادن تلعب دور رئيسي واساسي في رفع المناعة عند العديد من الاشخاص، خاصة الاشخاص اللي احنا بنسميهم اميونو كومبرومايز، او الجهاز المناعي تبعهم بيكون اضعف من الطبيعي. بالضبط. هلا بشكل عام احنا كلنا بنعرف أهمية الفيتامين سي، انه بيرفع المناعة بشكل معين، بالإضافة انه بقلل من الأعراض اللي الشخص بيشعر فيها بنزلات البرد، الإنفلونزا، وحتى بالإصابة بفيروس الكورونا. فالفيتامين سي بقلل من الأعراض، ولكن صحيح انه هو موجود كثير بالحمضيات، بس في معلومة كثير مهمة الأشخاص ما بتنتبه لها، انه الفليفل الملونة، الخضروات اللي بتدوم لفترة أطول أكثر من الفاكهة مثل البندورة، مثل الفليفلة، مثل الخضروات الورقية الداكنة، فيها نسبة عالية بالضبط أعلى من الحمضيات. يعني إحنا دائماً عندنا اعتقاد إنه بس البردقان والكلمنتينة والليمون هم اللي فيهم فيتامين سي، أنت عم بتقولي إنه حتى الفلفل الملون وبعض الخضار الورقية فيها نسب عالية من فيتامين سي، أعلى من الحمضيات، فكمان ممكن تعتبر مصدر جيد جداً للفيتامين سي وتقوية المناعة. شغله كمان كثير ضروريه للاشخاص، بما انه نحن عم نفوت بمرحله يعني صعبه شوي، يمكن ما يتوفر عندنا كل انواع الاغذيه، فلازم انه نحن نفوت المكملات الغذائيه بشكل جزئي على غذائنا وبالتدريج، يعني لازم تكون بالنسب الصحيحه ولازم تكون بالتدرج. فاقراص الفيتامين سي او حتى حبوب الفيتامين سي تعتبر جيده. خليني اوقف معك بس عند اقراص الفيتامين سي شوي. رن
يعني انا من الناس اللي بحب استخدمها وبس اسيق طعمها وبشعر ما عندك كويسة. مشكله فيها بس كم الكميه الكميه الموسي الموسي فيها على راي ذاتك عشان بيقولوا انه ممكن تسوي مشاكل بالكلى لاحقا صحيح هلا عادة هو الفيتامين سي هو اللي بيجي على شكل أقراص سمير بيكون جرام واحد احنا احتياجاتنا اليومية بأكملها هو جرام واحد لما تيجي هاي الاحتياجات اليومية احنا نغطيها بقرص واحد بيحتوي على نسب عالية مركزة من الفيتامين سي لأنه الكلى اللي بتعمل على التخلص من زيادات الموجودة عندي بالفيتامين باء وفيتامين سي فممكن تؤدي إلى تشكل حصى بالكلى وهذا صحيح فأنا للأسف ما بقدر إني أعطي كمية صحيحة للجميع على الهواء حسب كل حالة يعني صحيح حسب كل حالة في عندي أشخاص ممكن تستفيد جدا من استخدامهم للفيتامين سي لأنه بيقوي المناعة وبحبط من خطر الإصابة بالفيروسات ولكن كمان في أشخاص ممكن استهلاكهم لأقراص الفيتامين سي تؤدي إلى تكسر في خلايا الدم الحمراء وخاصة إذا عندهم نقص في إنزيم الجي 6 بي دي يعني إحنا بنحكيهم أشخاص عندهم تفول اوكي هدول بكسر عندهم خلايا الدم الحمراء الفيتامين سي فخلينا ننتبه كثير من الاقراص وكمان في اشخاص ممكن ينضروا منه مثل الاشخاص اللي عم بيعملوا غسيل كلى او اللي عندهم مشاكل بحصى الكلى فالافضل اذا احنا بدنا نعطي بشكل عام انه نحن ناخذ فيتامين سي في منها حبوب على شكل اما حبوب مضغ او حبوب للبلع بتيجي 500 ملي جرام مش فعالة قد الأقراص ولكن بتكون تعتبر أأمن للأشخاص اللي عندهم مشاكل بتكسر خلايا الدموية الحمراء أو عندهم مشاكل بالكلى. ماشي. طيب في تمام. في بعض الدول العربية المجاورة وبجوز أنت بتعرفي صحيح. يبيعوا زي المشروبات في من ضمنها مثلاً فيتامين سي. هل هذا فيتامين سي فيتامين سي ولا بس؟ ما بقدر أقول. هذا يعتبر زي فيتامين سي. أنت عرفتي عن إيش بحكي رندا؟ في زي هيك أنينة خضراء بيكون مكتوب عليها فيتامين سي. زي قزازة الدواء شكلها. ايوه بالضبط اوكي هاي تعتبر جرعه كبيره من الفيتامين سي على ما اعتقد فيها 750 ملغ الى 1000 ملغ يعني كمان بتغطي احتياجاتنا اليوميه ممكن انها تكون مفيده لبعض من الاشخاص وخاصه اللي عندهم تكسر بخلايا الدم الحمراء ولكن يفضل انهم يستشيروا شخص مختص بالغذاء او الطبيب قبل ما هم يبداوا طبعا اكيد أبيع. يفضل استشاره الطبيب بهاي الاشياء بس يعني ما بقدر اقول لك اذا هي مين بيقدر ياخذها طيب رندا شكرا لك يعطيك الف عافيه شكرا وزي ما حكينا لك اشتقنا لوجودك معنا هون ديري بالك على حالك والله انا بالاكثر انتم كمان انتبهوا على حالكم وان شاء الله بنشوف ابقي بالبيت الله معك ابقي بالبيت وتابعينا وشكرا يا رند شكرا شكرا حبيبتي شكرا لكم